أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نحاولوا نبحثوا على اللقاحات والأمراض الروماتيزمية. كما تعرفوا أنه الأمراض الروماتيزمية بصفة عامة، وخاصة إذا كان المريض يتحصل على أدوية مضادة للمناعة، هذه الحالة تكون فيها خطر الإصابة بالأمراض الجرثومية كبير. لذا من المهم جدا أن المريض يتحصل على اللقاحات لتحميه من الأمراض الجرثومية الشائعة. ما هي اللقاحات المطلوبة عند مريض الروماتيزم؟ هناك 2 أنواع من اللقاحات اللي أكيد جدا أن المريض يتحصل عليها. هذه اللقاحات هي لقاح النزلة الموسمية أو الإنفلونزا أو الجريب، ولقاح المكورات الرئوية أو التهاب القصيبات الهوائية أو بنوموكوكس الفاكسين أو فاكسان أنتي بنوموكوكسيك. هذه الأمراض هي شائعة جدا، وخطر الإصابة بها يكون كبير عند مرضى الروماتيزم، لذا من الأكيد جدا أنه يتحصل على هذه اللقاحات. هناك كذلك في السنوات الأخيرة 2 أنواع أخرى من اللقاحات اللي منصوح بها عند مرضى الروماتيزم، هما لقاح الحزام الناري ولقاح الكوفيد 19. سؤالي الثاني، ما هي اللقاحات السنوية؟ هناك فقط لقاح وحيد اللي يؤخذ بصفة سنوية، هو لقاح النزلة الموسمية، لأنه الحماية اللي يحصل عليها المريض بعد اللقاح تكون حماية محدودة في الوقت، ما تتوصلش أكثر من سنة واحدة. لذلك من المهم أنه المريض يتحصل بصفة سنوية على لقاح النزلة الموسمية. ما هي اللقاحات الممنوعة عند مريض قبل الحج؟ من المهم جدا أن المريض يفرق ما بين 2 أنواع من اللقاحات. هنالك اللايف اتنيويتد فاكسين، هي اللقاحات الحية المضاعفة. هذه اللقاحات تكون ممنوعة بصفة كلية عند المريض الروماتيزم اللي يأخذ أدوية مضادة للمناعة. وهنالك الـ inactivated vaccine اللي هي بصفة عامة ما فيها حتى مشكل إنه المريض يتحصل على نوع هذا من اللقاحات حتى وإن كان يأخذ في أدوية مضادة للمناعة. قبل الحج هنالك بعض اللقاحات اللي هي إجبارية، لقاح الحمى الصفراء هو لقاح إجباري عند المرضى المضاعف، لذا يجب على المريض أنه يتحدث مع طبيب المباشر ليه باش ينجموا يتحصلوا مع بعضهم يبرمجوا يكون برمجة أخذ هذا اللقاح إذا كان هذا اللقاح إجباري عند المريض. من الممكن أن المريض يأخذه في مع أخذ بعض الاحتياطات، أنه يتوقف على الدواء المثبت للمناعة لمدة على الأقل ما بين شهر، ما بين شهر و3 أشهر يتوقف على دواء. في هذه الحالة ممكن أنه يأخذ اللقاح هذا، وما يرجع يأخذ الدواء بتاعه إلا بعد ما تفوت مدة تكون على الأقل مدة شهر إذا كان هذا اللقاح إجباري عند المريض قبل الحج. اللقاحات الأخرى قبل الحج هي عادة لقاحات ما يكونش فيها أي مشكل، ونجم المريض يتحصل عليها وهو يأخذ الدواء لأنها inactivated vaccine. سؤالي اللي بعد، إذا كنت على علاج الميثوتريكسيت هل أوقف في الدواء مع اللقاحات؟ نفس النصيحة بالنسبة للإنكتيفيتد فاكسين، ما في حتى مشكل، نجم المريض ياخذ الإنكتيفيتد فاكسين، لكن يجب أن يتوقف على الدواء إذا كان هناك لقاح حي مضاعف. إذا كان هناك لقاح حي مضاعف في هذه الحالة يجب أن يتوقف على الدواء. بالنسبة للميثوتريكسيت ولقاح النزلة الموسمية، من المنصوح به إذا كان نشاط المرض يسمح، معناتها إذا كان المرض غير نشيط في هذه الحالة ممكن أن المريض يتوقف على الميثوتريكسيت لمدة 2 أسبوع بعد اللقاح لتحسين من نجاعة اللقاح. إذا كان المرض نشط في هذه الحالة من المستحسن أن المريض يواصل بالميثوتريكسيت ولا يتوقف على الميثوتريكسيت، لأنه هناك فما خطر أنه المرض النشاط نتاع المرض أنه يزيد إذا توقف على الدواء.
بالنسبة للسؤال اللي يتعلق بالأدوية البيولوجية، هي نفس النصيحة، إذا كان نوع الفاكسين inactivated ممكن أن المريض يواصل على الدواء نتاعو من غير أي مشكل، لكن إذا كان الدواء من نوع إذا كان الفاكسين من نوع لقاح حي مضاعف أو life attenuated vaccine، في هذه الحالة من الأكيد أن المريض يبرمج الحصول على هذا اللقاح مع الطبيب المباشر، لأنه يجب التوقف على الدواء المثبت المناعة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر قبل الحصول على اللقاح، والمريض ما يرجع ياخذ الدواء بتاعه كان بعد مدة لا تقل عن شهر بعد أخذ اللقاح. إذا كان اللقاح أكيد ممكن برمجة أخذ اللقاح مع الطبيب المباشر وإذا كان نشاط المرض يسمح بذلك. بالنسبة لتطعيمة الحزام الناري، هل هي تطعيمة تأخذ بشكل سنوي؟ لا، هي تطعيمة فقط تأخذ على جرعتين، ما بينات الجرعتين مدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر. المناعة هي حماية تتواصل ما بين 5 إلى 10 سنوات، لذا هي تطعيمة ما تكونش سنوية، لكن إذا كان هناك خطر كبير بإصابة بالحزام الناري ممكن إنه المريض يتحصل على جرعة تعزيز بعد مدة ما بين 5 إلى 10 سنوات، وهذا هو الطبيب المباشر هو فقط الذي إذا كان المريض أصيب بالحزام الناري، هذه الإصابة ما تحميش من الإصابات اللي من بعد، لذا مهم جدا أنه يتحصل على الفاكسين ضد الحزام الناري، لأنه الخطر عنده أنه الإصابة المجدة بهذا المرض تكون أكبر من المرضى العاديين، لذلك مهم جدا أنه يتحصل على الفاكسين ضد الحزام الناري. شكرا جزيلا على الانتباه.